إنجليزكا وحا لغو راهدا the man most powerful in the world chief command of the United States army the president of the United States السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مرسود ودا ساحب بيال حل كستو إذن تهاي إيا ميل كستو مغال كيغو إذن كسو غاري برنامج كيانانا وحا إنو كوخا داردك دونا جبوتي يا صوماليا او كالفوغادي اسلاماركاسنا اسماعيل عمر جيلة وحسن شيخ محمود وصوت ديري ارغوين عن فرله سي اي ديب اوغوصو مسلحان يا سيدو كالا ننكا سياسة دا صومالي لان اوغو قصو كبادن اما با اوغو با فرحاد بادن او هادلي وأنا كان لقوم جعوى عبد عسیس عجوينه أو أه ما يركو حجان كي هراء مجال ده هرجيسة والله بلا سين استقلت هاجد أنا دقيقة ده هنا صور هذا صاحبها يا ولا كلف فجادي ولا كلف فجادي عادي بلو كلف فجادي وأنا اللي كلف تجي لكن ولو ولا كلا سمر الأية نيك حسن الشيخ محمود ها حالي أيو مركي وجوه الرئيسي وحا وكها اللي خلافك أما با إن أي دبر كيسو تشيديين إساقا إيا إسماعيل عمر جيل لما دحوينها تشبوتي ولا كلفو قادي ولا كلتقي وچيقا أيا لك لددباي يا ولا إسقادن واي دانتا ايانا كلا وضي بير دانتا ايانا كلا وضي بير ولا لا انو اسجعلين بانو كلا تقنا ولا لا انان كلا قوي كريم بانو كلا قونا ولا لا انو اسكو قوغل لهين بانو كلا تقنا ادوغ على كل حال اضيق ولي ما سمرين اسنا لغا ما سمرين اسلامان تباها دانا هذا الكاس حالي مركو صوب حي اسماعيل عمر قال له واحد وصادره وفتي وهو جامين يا قدوميها برلمان كدلك تشبوتي دليت محمد دليتا نيكا كسو تشيدا قوميدا عن فرطه يا دلك تشبوتي ورينا جايز فهمي كرو وينيه مع انفر بايس كيم فانسينس عن فر يا مع انفر ايا اسوكين مسلحسا او اسكين فهنسينسا او اسوكين كينسا يا كاستبها هات حسن شيخ محمود او حالي كهر خطبدين اي مدنياش برلمان كا او كلا كل مي كلانغاره او كلا يشي اقل كا فيلا صوماليا ايا مركز وحاو كو خطبدين خطبد تعسيه تعسيه يا بهال خطبده و تعسيه و على علقه و هبشله و حسوسه لا حسوسه يا مركاد وحد هيسن جرتي ويدو يا وقتي وعنا وقتي وعنا و سو سودا ميه دستي يا مس مالمي وعنا و سو سودان باه على كل حال اودق و خو كو هيسبه مالمي وعنا و سو سودان با يا مالمي وعنا و سي سودا maalmihii wacnaa oo si socda ayuu xalay sheegay isagoo baarlamaanka halka uu khudbadeynaya isla markaasna aqalka filla Soomaaliya casho ugu sameeyay baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka inkasta oo markaas miiska hoostiisa dhigtay ajendayaashi iyo waxyaalihii uga baahnaa baarlamaanka ee uu ku xudxudanayay ما داما او اي لسعدين اما با اي لفردين قوبتاس ايساقا ايادا وفتي ارقاء او سيلما فلانا سلاة دي عصر او صود عاي يا ادي اي مرتيكو صود عدو سلاة دي عصر كدب مرتي هدي قولي اغا سو يستاكتو ودك دك دي حالة دك دك ويا او دايقو ساقا كشا كاين ايا مالميه وعنا او سي سعدا ايا وحا او شاقاي إن أي دبر كيسو تشيديين
oo ay kala tageen oo ay si kala jeesteen oo maalmuhu ay kala kaxeeyeen saaxiibkiis walaalkii ninkii tolka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle الله maalmeh wacna way sii socdaan maalmeh wacna way sii socdaan way soo socdaan ma hayso ma way sii socdaan maalmeh wacna way sii socdaan ayuu oday waxa la qaaday waxa uu sheegay walaalo aanay kala tagi karin inay kala tageen in ay isweydaarteen hadda maxaa kalifay ma taqaana maxaa kalifay ma taqaana يا دي ماقان سياسه دولته حسن شيخ ما سياسه كنا سيبسا كنا سيبسو كنا سيبسو ولغا تليفون كنا سيبسا مياد وعد سياسه اوديغو ان دويد با وحاي اي هايد كنا سيبسا ايه مربا دلبا لو عايي يوروب مرايكان باري galbeed nato warso kuwa xataa aan meelba haysan oo go'doon ah ya dalal go'doon ah sida eritrea oo eritrea oo kale oo jabhada ah xiray jabhadeed ah ya asaysa fork ayun baa wuxuu ku yiri odayga niyo ma ethiopia haysan ha ethiopia hadii aad haysan ya malageedii waa aniga asaas afwarki ah war ma adiga malagii Itoobiya ahaa warniyahow malagii Itoobiya hadda tahay waa israacina waa isqaadanina odayga Ismaaciil halkaas lagu kala shakiyay halkaas ayaa lagu kala fogaaday telefoonada in layska soo wacana waa la ilaawo ya waan lagu saldhigin bayd walaalkaas salaan tagay lama sigay sudiisaba ya سيدي هادي هادا ركتي يا ركز إلا وي هادا ركتي ومركا يسوي مادا نسكن حيا وركا لتجي تلفون هذا ولا وليس إلا وي تلفون هذا وليس كي إلا وي سيدي كلا مدحوينا هادا الكتشبوت إسماعيل عمر قال له وحا وصادرا وفتي دقدقة وهو قامين أيوه قدوميها برلمان كا dalka Djibouti ninka ka soo jeeda qoomiyadda canfarta mar horena soo ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti waa ninka lagu magacaabo Dileta Maxamed Dileta oo isagu hadda ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti ninkaas isaga ah caawa waxaa la galay hadda sida aad ku aragtidba waxaa la galay caawa waxaa la galay شير مسلح هذا بالله عاوة شير مسلح هذا ورني وما كلام غنان كرناء ورهذا وش حمد ومسيس عن كرتاء ورسيد عن السماء ها ورعدلا اللي نجوا ده هلا ياي يا حسوسه يا أحيا ذاكرة أحيا ذاكرة أي عرفت ورنشر على كل حال سداس أيا لو كلتي سداس أيا لو كلتي عبد عسيس عجوينه waa maayir ku xigeenkii hore ee dawladda hoose ee magaalada Hargeysa wuxuu ku xigeen u han jiray ninkii ka horeeyay xilka uga horeeyay Cabdikariin Axmed Moogay ee lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Aydiid Soltelko maayir ku xigeenkiisii weeyaan oo xilkaas maayir ninkan isaga ah waa lajan weyn waa xariif weyn wuxuu u ololeynayaa hadda madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu u ololeynayaa waa kaasa afka Ingiriisiga iyo afka Jarmalka iyo afka Dutchka iyo afka Turkiga ka Turkiga xataa hadda ya iyo afka Mongoliyaanka intaba waa lagu hadlaa intaba waa lagu hadlaa bal hadda dhageyso habeen dhaweyd waxaan sidoo kale arkayay muuqaal isagoo u markaasi u ololeynaya madaxweynaha
مشرح مدحوينها حسبك كل مية مسبيح عبدي وعبكولية وحنا لها اللي ولبه الرياركة يسقوا كذا شيء أيون كان لها اللي مدحوينها قرنك مسبيح عبدي إنجا عبتي واح هذين النهاية عيدا قلوا إنجا عبتي واح إن أنت إني عذر بعض الشيء إن أنت إني عذر أياد الشيء مسبيح بركا وحكوليها ما إن أنت إني عذر إن كان هذا الشيء أيه إنه كجني حين كرنا يا وأي إنه أران كرنا ويل كاجي ما دورنا إنه دور كان وما دحوين ورنك كان ولتشن وين عادم معها إنه بعادم معه إنه بعادم معه بوجاك تعلق داري دونا وما دحوينها كلية مسبيح عبد أيو كلية يا هو يدي نوشهاي مدحوينها كلية يا هو يدي نوشهاي ويا مسبيح عبد كلها إن بعاد ما وهير عالمي يا مغلط شفت نكاس أفكيس وكش غيستا أفكيسة أيو نكاس وكش غيستا مغلط شفت على لأن كان أفكيس وكش غيستا ورنك هو بط كلا بدوية برنامج كان انا ميت كلا صاحب انت نسكسو نقن دونا وحين ذكي قد تقنا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.